بيبدأ الفيلم بمارتي وهو بيصحى أليكس من النوم، وبنعرف إن البطاريق لسه مرجعوش من ساعة ما أخدوا الطيارة ومشيوا. وطبعا أليكس بيبقى متضايق لأنه عايز يرجع لحديقة الحيوان اللي في نيويورك، وده لأنهم بقالهم مدة كبيرة جدا في أفريقيا. بس مارتي بيهديه وبياخده علشان يوريله المفاجأة اللي هو عاملها له بمناسبة عيد ميلاده، والمفاجأة دي بيبقى مجسم صغير لمدينة نيويورك. وبيفرح أليكس جدا وبيشكر جلوريا ومينمن وكمان مارتي، وبيتفرج على المكان وهو مبسوط وسعيد لحد لما بيشوف حديقة الحيوان اللي هم كانوا فيها، فبيحزن هو واصدقائه وبيتمنوا ان هم يرجعوا للحديقة تاني. وبيقول لهم اليكس ان الاحسن ليهم يروحوا يدوروا على البطاريق لانهم هم اللي هيقدروا يرجعوهم. وبنعرف ان البطاريق موجودين في مدينة قريبة من محمية الحيوان اللي هم فيها، وبيتحدوا كلهم ومعهم الملك جوليان وموريس ومورت، وبيقرروا يدوروا على البطاريق. وبنشوف القرود وكمان البطاريق اللي بيبقوا بيلعبوا مع بعض وهم مبسوطين جدا. وبنرجع لأليكس وأصدقائه اللي بيبقوا قدروا يوصلوا للمدينة عن طريق البحر، وبيشوفوا الفندق اللي البطاريق موجودين فيه، وبيمشوا على المباني وبيروحوا لهناك، وبيدخلوا عن طريق فتحات التهوية اللي بتبقى مناسبة لكل واحد فيهم. وبيستخدم أليكس مخلبه وبيعمل فتحة في الإزاز، وبيمسكوا مارتي علشان ما يقعش. وبيشرح أليكس الخطة لمارتي وأصدقائه علشان يقدروا يوصلوا للقرود، وبيقول لهم إن هو هينزل باستخدام الصنارة ويخطفوا القرود ويسألهم عن مكان البطاريق. ولما جلوريا بتروح علشان تساعد أليكس بتكسر الإزاز وبيقعوا كلهم في القاعة، فبتخاف الناس وبتترعب منهم وبيجروا بسرعة. وبيروح أليكس للقرود وبيشوف إن البطاريق مستخبيين في الزي التنكري، فبيزعق لهم وبيجري بسرعة هو وأصدقائه علشان يهربوا. بس واحد من الأمن بيتصل بصائدة الحيوانات اللي اسمها ديبوا، وبيعرفها إن في أسد ومجموعة من الحيوانات هجموهم، فبتفرح ديبوا جدا لأنها اصطادت كل الحيوانات ما عدا الأسد، وبتنطلق هي والمساعدين بتوعها علشان تروح تصطاد أليكس. في الوقت ده بيبقى باب الفندق اتقفل على أليكس وأصدقائه، بس البطاريق بيدمروه بالعربية وبيدخلوا أليكس وأصدقائه فيها، وبيجروا بسرعة وبيخرجوا من الفندق بالعربية اللي بيبقى شكلها غريب جدا. وبتوصل ديبوا والمساعدين بتوعها للمكان، وبتستخدم حاسة الشم وبتعرف مكان الحيوانات، وبتجري وراهم وبتقدر توصل للعربية اللي هم فيها، وبيشوفها منمن وبيحذر الباقيين. ولما الملك جوليان بيفتح باب العربية بيتصاب بإبرة مخدرة وبيفقد الوعي، فبيقفلوا الباب تاني. وبتجري البطاريق بسرعة علشان يهربوا من ديبوا اللي بطارتهم هي واللي معاها، وبيتولى مارت القيادة وبيسوق العربية علشان البطاريق يقدروا يهاجموها، وبيخرجوا زيت وسمك من العربية علشان يمنعوا ديبوا اللي بتشيل الفيسبة وبتتزلج على الزيت هي وأتباعها. وبيسوق مارت العربية بتهور وبيدمر كل اللي بيقابله، وبتقرب ديبوا منهم وبتنط على العربية، فالبطاريق بيشغلوا المفاعل النووي اللي هم سارقينه، وبيجروا بسرعة كبيرة جدا وبيطيروا ديبوا. وبتفضل العربية تجري بسرعة وبتطير من على المباني وبتقع على سطح واحد من البيوت، وبتوصل الطيارة اللي هتنقلهم نيويورك. وبيفرح أليكس وأصدقائه جدا لما بيشوفوها، لكن ديبوا بتقدر تطلع على سطح واحد من المباني وبتنط من عليه بالفيسبة، وبتنزل من عليها وبتقدر توصل لنفس السطح اللي عليه أليكس وأصدقائه. فواحد من القرود اللي سايقين الطيارة بيهاجمها باستخدام مدفع الموز، لكنها بتقدر تتفادى كل الضربات بمهارة، وبيركب أليكس أصدقائه الطيارة علشان يهربوا منها قبل ما توصل لهم. ومع ذلك ديبوا بتقدر تمسك منمن وبتحاول تسحبه، بس أليكس بيمسكه من الناحية التانية وبيشده، وبتشتغل القرود بأقصى قوة وبيحركوا الطيارة بسرعة وبيسحبوا ديبوا معاهم. فأليكس بيحرك منمن علشان يخبط ديبوا في المبنى، لكنها بتكسر الإزاز وبتدخل جوه المبنى، وكمان بتكسر كل الجدران اللي بتقابلها، وبتنط في الهواء وبترجع تمسك في منمن تاني. وساعتها الملك جوليان بيرمي مورت وبيوقعه عليها علشان يشتتها، وبيستغل أليكس الفرصة وبيقرب منها وبيقطع الحبل اللي كانت ماسكة بمنمن وبيوقعها في المية. وبيكمل أليكس وأصدقائه رحلتهم، وبعد شوية بيرقص هو وأصدقائه لأنهم خلاص هيروحوا لنيويورك ويرجعوا لحديقة الحيوان تاني. لكن فجأة بتتعطل الطيارة وبتقع بيهم في محطة القطر، ولما أليكس بيفوق بيلاقي إن الطيارة اتدمرت بالكامل، وبيدور مورت على الملك جوليان اللي بيبقى بيرقص على أسلاك الكهرباء، وبيتضايق زعيم البطاريق لأن القرود سابوهم ومشوا وما عادش غير القردين اللي كانوا معاهم في الحديقة. وبيحزن أليكس لأنهم مش هيقدروا يصلحوا الطيارة ويرجعوا لنيويورك، وفجأة بيسمعوا صوت الشرطة فبيهربوا من المكان وبيروحوا عند قطر مرسوم عليه سيرك، وبيخرج النمر اللي مسؤول عن السيرك، فبيطلب أليكس منه يساعدهم علشان يهربوا من الشرطة، بس النمر ده بيرفض وبيقفل الباب. ولما القطر بيتحرك بيخرج الفقمة اللي اسمه ستيفن، وبيقول لهم إن محدش بيركب القطر ده غير حيوانات السيرك، فبيكذب عليه أليكس وبيقول له إنهم حيوانات سيرك، فبتساعدهم جيا وبتدخلهم للقطر اللي بيخرج
بياخدهم وبيمشي، وجوه القطر بيبقى ستيفن وجيا مندهشين بأليكس وأصدقائه اللي بيقولوا لهم إنهم من السيرك الأمريكي، وبيشكرهم أليكس لأنهم أنقذوهم من الشرطة وبيعرفوهم إنهم هينزلوا المحطة الجاية علشان هم راجعين نيويورك. فبيفرح ستيفن جدا وبيعرفهم إن هم رايحين نيويورك وهم كمان، بس الأول هيعدوا على روما ولندن، وفي لندن هيشوفهم المتعهد اللي لو عجبوا العرض هينقلهم لأمريكا. فبيفرح أليكس وأصدقائه جدا وبيقرروا يفضلوا معاهم علشان يرجعوا نيويورك تاني، بس النمر اللي اسمه فيتالي بيخوفهم بالسكاكين وبيقول لأليكس إن صاحب السيرك ما بيحبش الحيوانات الجديدة، فبتقطعهم البطاريق اللي بينزلوا من السقف وبيقولوا لفيتالي إن هم هيشتروا السيرك. وتاني يوم الصبح القرود بتتنكر في شكل راجل وبيشتروا السيرك بالذهب والألماس اللي كان معاهم، فبيفرح صاحب السيرك وبياخد أتباعه وبيمشوا بالعربية. وطبعا أليكس وأصدقائه عملوا كده علشان يرجعوا للحديقة، وبتتحكم البطاريق في القطر وبيسوقوا وبيتحركوا بيه، وبينزل مورت وموريس والملك جوليا اللي مقطورة من القطر، والمقطورة دي بيبقى شكلها غريب ومرعب ومخيف. وفجأة بتظهر لهم الدبة اللي بتبقى راكبة عجلة صغيرة جدا، فبيعجب بيها الملك جوليا وبيحبها. وطبعا مورت وموريس بيستغربوا من اللي بيحصل. وبنروح للمكان اللي الطيارة وقعت فيه وبنشوف ديبوا اللي بتستخدم حاسة الشم وبتعرف ان أليكس هرب مع حيوانات السيرك، وفجأة بيجي قطر من وراها لكنها بتنزل تحته وبتتدحرج وبتخرج من بين العجلات وبتركب فيه. وفي روما بنشوف السيرك اللي بتجي الناس من كل مكان علشان يتفرجوا على العرض، وطبعا البطاريق بيستغلوا الفرصة وبيبيعوا التذاكر بفلوس كتير. وبيدخل أليكس ومارت للسيرك وبينبهروا بكل الحيوانات اللي هتشارك في العرض، وبيتفاجئ مارت بالكلاب اللطاف لكن في الحقيقة بيبقوا متوحشين. في الوقت ده بيبقى الملك جوليان بيقضي أجمل أيام حياته مع الدبة وبيسرق خاتم الملكة وبيقدمه لها، وكمان بيسرقوا موتوسيكل علشان يشاركوا بيه في العرض وبياخدوه وبيمشوا. لكن بتشوفهم ديبوا وبتسرق فيسبا وبتمشي وراهم، بس الفيسبا بتبقى مربوطة بسلسلة فيسب تانية وبتقع بيها، فبيروح لها أفراد الشرطة وبيقبضوا عليها. أما أليكس بيروح لجيا وبيشكرها لأنها سمحت ليهم يركبوا القطر، فجيا بتقوله إن السيرك ده بالنسبة لهم كل حاجة في حياتهم ولو هو فكر يستغلهم هيندم. وبتدخل الحيوانات لمكان العرض وبيبدأوا يستعرضوا مهاراتهم، لكنهم بيبقوا فاشلين جدا وما بيقدروش يعملوا أي حاجة ولا حتى بيقدروا يبهروا الجمهور اللي بيتريق عليهم. وبيتصدم أليكس وأصدقائه لما بيشوفوا العرض بتاع حيوانات السيرك، وبيرجعوا هم والبطاريق وكل الحيوانات للقطر تاني. وبنشوف أفراد الشرطة اللي بيدخلوا الزنزانة علشان يحاكموا ديبوا، لكنها ما بتبقاش موجودة وبيدوروا عليها ورا الصورة وكمان في النفق اللي تحت السرير، بس هي بتخرج من السرير وبتقفل عليهم الزنزانة وبتروح تطبع صورة لأليكس وبتاخدها وبتمشي. في الوقت ده بيبقى أليكس وأصدقائه متضايقين لأن حيوانات السيرك فاشلين، وبكده المتعهد مش هيعجبه العرض وبالتالي مش هينقل السيرك لنيويورك. وبيجي ستيفن وبيطلب من أليكس يجي معاه، فبيخرج أليكس من المقطورة وبيطلع فوق القطر وبيروح وراه، لكن القطر بيبقى بيدخل في نفق، فبيجري أليكس بسرعة وبيمشي على الحيطة وبيلف في الهواء وبيدخل ما بين مقطورتين، وبيروح له ستيفن اللي بيبقى مبهور من اللي عمله وبياخده وبيوري له صور السيرك بتاعهم في الماضي، وبيقول له إن السيرك ده كان مشهور وناجح جدا وأخد جوائز كتير، وبيحكي له إن فيتالي كان السبب في كل ده لأنه كان بينط من بين أضيق الحلقات. وفي واحد من العروض فيتالي أمره يحط أصغر حلقة موجودة عندهم ويولع فيها نار، ولما فيتالي حاول يعدي من الحلقة الصغيرة جدا ما قدرش والفروة بتاعته ولعت لأنه كان بيستخدم زيت قبل الاشتعال، ومن وقتها وهو اعتزل. وبيطلب ستيفن ومن أليكس يساعدهم علشان يرجعوا السيرك زي زمان، فبيوافق أليكس وبيقرر يساعدهم. وتاني يوم بيشجع كل الحيوانات وبيعرفهم إنهم لازم يغيروا الأسلوب بتاعهم علشان يبهروا الناس، وبيقول لهم علشان ينجحوا لازم يطوروا من نفسهم لأن لما الوقت بيعدي كل حاجة بتتغير وبتتطور أكتر، فبتتحمس كل الحيوانات وبيقرروا ينفذوا كلام أليكس ما عدا فيتالي. فبتروح له جيا وستيفن وبيطلبوا منه يساعدهم علشان يرجعوا السيرك زي زمان، فبيوافق إن هو يعدي من حلقة واحدة بس. أما ديبوا بتروح للمساعدين بتوعها اللي بيبقوا تعبانين جدا ومش قادرين إن هم يتحركوا، وبتقول لهم إنها عرفت مكان الأسد أليكس وأصدقائه، وبتغني لهم بصوت عالي جدا ومخيف، وبتشجعهم وبتخليهم يكسروا الجبس بطرق مجنونة جدا وبيستعدوا علشان يروحوا معاها. وبنروح لحيوانات السيرك اللي بيبقوا بيتدربوا على العرض الجديد، وبنشوف ستيفن اللي بيدخل مدفع كله ديناميت علشان يطير في الهواء، وبتولع البطاريق الفتيل اللي بيفجر المدفع وبيطير ستيفن بعيد جدا، وكمان بيخبط في جبل وبيبقى هيقع من عليه لكنه بيقدر يتعلق في الحافة وبيطلب المساعدة من مارتي، فبيدخل مارتي للمدفع
المدفع اللي بينفجر وبيطيره في الهواء، وبيفرح مارتي جدا بشعور الطيران لكنه بيخبط في الجبل. بعد كده بينزل الحبل لستيفن وبيساعده وبيوصله للارض، وبيمسك مارتي في الحبل وبيجري بسرعة وبينزل من على الجبل، وبيروح يقول لستيفن ان هو هيشارك معاه في العرض. اما اليكس بيروح للكلاب وبيعرفهم ان هم هيستخدموا الاحذية الصاروخية في العرض بتاعهم، فبتعجبهم الفكرة جدا، وبتروح لجيا وبتطلب منه يعلمها الارجحة على الحبال زي ما هو بيعمل. وبنشوف من اللي بيبقى ماشي على الحبل في الهواء وبيخاف وبيبقى هيقع، فبتروح لجلوريا وبتمشي على الحبل هي كمان وبتهديه، وبيرقصوا على الحبل وهم مبسوطين. وبنرجع لأليكس اللي بيبدأ يتأرجح على الحبال هو وجيا اللي بتبقى مبسوطة جدا وهي بتقلده، وبينط أليكس وبيمسك في الحبل وبيقع على الشبكة اللي بتطيره لفوق تاني وبتقلده جيا وبتعمل زيه. وبعد تدريبات ومحاولات كتير جدا بيتحسنوا هما الاتنين في الأرجحة، وبيبهروا كل حيوانات السيرك اللي بيعجبهم العرض بتاعهم. وبعد شوية بيروح زعيم البطاريق لأليكس وبياخده وبيوريله ديبوا والمساعدين بتوعها اللي قربوا منهم. فأليكس بيرجع للحيوانات وبيعرفهم ان هما جاهزين للعرض، وبيطلب منهم يركبوا القطر اللي بياخدهم وبيمشي. بعد كده بيوصلوا لندن وبيجهزوا السيرك للجمهور، وبتدور البطاريق على المتعهد وبيعرفوا مكانه، وبيروح أليكس يشجع الحيوانات وبيسأل على فيتالي لأن العرض هيبدأ بيه. ولما بيسأل ستيفانو عن مكانه بيقوله ان فيتالي رافض ان هو يشارك في العرض، فبيروح له أليكس وبيقوله انهم لازم يساندوا بعض علشان ينجحوا. ففيتالي بيقوله ان هو حاول يساعدهم قبل كده لكنه فشل، فأليكس بيشجعه وبيقوله ان هو ما يخافش من الفشل لكن يخاف لما هو يبطل يحاول ينجح، وبيعرفه ان هو المثل الاعلى لكل الحيوانات اللي في السيرك وما ينفعش يتخلى عنهم لانه خايف يفشل. فبيتحمس فيتالي وبيقرر يشارك في العرض، وبيدهن نفسه بمرطب الشعر بدل الزيت، وبيأمر ستيفن يولع النار في اصغر حلقة موجودة عندهم، وبيجري وبيلف في الهواء بسرعة كبيرة وبيقدر يعدي من الحلقة وبيحيي اصدقائه كل الجمهور. وبيبدأ العرض اللي بيبقى شكله جميل جدا ومضيء وبيبهر اللي موجودين، وبتدخل الكلاب وبتنطلق بسرعة كبيرة باستخدام الاحذية الصاروخية، وبتمشي الدبة والملك جوليان على الجدران وبيلفوا في الهواء بالموتوسيكل وبيبهروا الجمهور. وبينط أليكس هو وجيا وبيمسكوا الحبال وبيتأرجحوا في الهواء وبيعدوا من الحلقات المضيئة، وبيطير مارتي من المدفع وبيحيي ستيفانو اللي بيبقى طاير زيه، وبيرقص من وجلوري على الحبال بطريقة مميزة جدا وجميلة، وبينزل فيل من السماء وهو مربوط بحبل وبيبهر الجمهور اللي بيعجبهم العرض اللي بيبقى ملهوش مثيل. وبعد ما العرض بيخلص المتعهد بيمضي العقد مع القرود وبيقرر ينقل السيرك لنيويورك، وبيفرح أليكس وكل اللي موجودين لأن العرض نجح، وبتحضن جيا أليكس وبتشكره لأنه السبب في نجاحهم، وكمان فيتالي بيشكره لأنه شجعه وخلاه يرجع للعرض تاني. وبيحزن أليكس لأنه لما هيروح نيويورك هيسيب السيرك ويرجع لحديقة الحيوان، وبيبص لأصدقائه اللي بيبقى باين إن هم مبسوطين بحياة السيرك. وفجأة بتوصل ديبوا للمكان وبتكلم القرود على أساس إن هم صاحب السيرك، وبتوري له صورة أليكس وبتعرفه إن الأسد ده هرب من حديقة الحيوان وهي هنا علشان ترجعه لمكانه، وبتهاجم أليكس وبتمسكه، لكن البطاريق بيظهروا من وراها وبيضربوا المساعدين بتوعها، وبيضربوها هي كمان وبيربطوها في المساعدين بالحبل وبيحطوها في المدفع وبيولعوا الفتيل اللي بيفجر المدفع وبيطيرهم بعيد. ولما جيا بتشوف الصورة اللي كانت مع ديبوا بتعرف انهم من حديقة الحيوان ومش حيوانات سيرك زي ما قالوا لها، فبيحاول أليكس وأصدقائه يشرحوا لهم اللي حصل وبيعرفوهم انهم كذبوا عليهم علشان يركبوا معاهم القطر. فبتحزن جيا وستيفن وكمان فيتالي وكل حيوانات السيرك، وده لأن أليكس وأصدقائه استغلوهم علشان يرجعوا لحديقة الحيوان وبيسيبوهم وبيمشوا. بعد كده بيوصلوا نيويورك وبيبقى أليكس وأصدقائه انفصلوا عن حيوانات السيرك، وجوه السيرك بنشوف ستيفن اللي بيبقى حزين لأنه مش هيقدر يقدم العرض من غير مارتي، وبنشوف إن السيرك قريب جدا من حديقة الحيوان اللي بيبقى أليكس وأصدقائه وصلوا لها، وبيبان إن هما مش مبسوطين لأنهم رجعوا تاني، وبيعتذر لهم مارتي لأنه لو ما كانش خرج من البداية ما كانوش هيبقوا زعلانين لأنهم رجعوا للحديقة تاني. فأليكس بيقول له إن دي أحسن حاجة عملوها لأنهم عاشوا حياة سعيدة ومشوقة، وبيعرفهم إنهم لما كانوا في السيرك كانوا عايشين أسعد أيام حياتهم وبيقرروا يرجعوا لهناك تاني. وفجأة إبر مخدرة بتتضرب على أليكس وأصدقائه من كل مكان، وكمان الملك جوليان اللي بيسيبهم وبيمشي وهو متخدر، وطبعا بتبقى ديبوا والمساعدين بتوعها هم اللي خدروهم، وبتستعد ديبوا علشان تاخد راس أليكس وتمشي، لكن فجأة بيخرج عمال الحديقة وبيشكروها لأنها رجعت لهم الحيوانات بتاعتهم تاني. في الوقت ده بيبقى الملك جوليان رجع للسيرك وهو متخدر، ولما البطاريق بيشوف
بيشوفوا الإبرة المخدرة بيعرفوا إن أليكس وأصدقائه في خطر، فبتقرر جيا وفيتال وكل حيوانات السيرك يروحوا ينقذوهم. وبنرجع لأليكس اللي بيفوق وبيتخض لما بيلاقي إن كل واحد من أصدقائه محبوس في مكان لوحده، وبيطلع أليكس على الصخرة وبيشوف الجمهور اللي بيحيوه وبيشكروا ديبوا وبيقدموا لها جايزة مالية كبيرة جدا، وده لأنها رجعت أليكس وأصدقائه للحديقة. بس ديبوا بتقطع الجايزة وبتحضر إبرة سامة علشان تقتل بيها أليكس، وبتقول للجمهور إنها ما عملتش كده علشان الفلوس، وبتوجه القفاز اللي في المسدس ناحية أليكس وبتضرب الإبرة السامة. وقبل ما توصل لأليكس بتتدخل جيا وبتنقذه، وبيجي السيرك اللي بيبقى طاير بمنطاد في الهواء وبتبقى البطاريق هي اللي بتتحكم فيه، وبينطلق ستيفن من المدفع وهو مربوط بحبله، وبيتعلق من على الحبل وبيلف في الهواء وبيسحب جلوريا علشان يرجعوا للسيرك. وبتنط الفيلة من السيرك وبتهاجم مساعدين ديبوا، وبيجري الملك جوليان والدبة بالموتوسيكل وبيضربوا المساعدين الباقيين، وبينزل فلين من السيرك وبيخبطوا ديبوا لكنها ما بتتأثرش، وبيهاجمها الملك جوليان والدبة بالموتوسيكل وبيدمروا بيها الجدار. اما فيتالي بيدخل من فتحة المفتاح علشان يخرج مارتي من الصندوق، وبيشيله وبيجري وبيخرج من نفس الفتحة. وطبعا الجمهور اللي موجودين بيبقوا منبهرين وفرحانين جدا بالعرض، وبتقدر جيا وأليكس وكمان من وجلوريا وكل الحيوانات يرجعوا للسيرك. وقبل ما يمشوا بينادي عليهم ستيفانو اللي بيبقى لسه في الحديقة، وبيجري بسرعة علشان يهرب من ديبوا اللي بتبقى بتجري وراه، وبتتعلق في شمسية وبتطير بيها وبتمسك ستيفانو قبل ما يوصل للسيرك. فأليكس بتجيله فكرة وبيخلي مارت ينطلق من المدفع وهو مربوط بحبل، وبيطلب من الكلاب يستعدوا، وبينط هو وجيا وهما ماسكين في الحبل، وبيلف في الهواء وبيمسك ستيفانو وبيطير بيه هو وديبوا. بعد كده بيدي ستيفانو لجيا وبيسيب الحبل وبيطير عالي في السماء هو وديبوا اللي بتهاجمه وبتضربه. وقبل ما يوصلوا للارض بيصفر للكلاب اللي بيطيروا بالاحذية الصاروخية وبيمسكوا أليكس وبيطيروا بيه، وبيهدد أليكس ديبوا وبيقول لها انها تبعد عن كل الحيوانات، وبياخدها وبيرميها في القفص بتاعه، وبيروح ياخد جيا وبيطير بيها في السماء وبيوقعوا بالونات لكل الاطفال اللي موجودين. بعد كده بيرجعوا للسيرك وبيكرر أليكس واصدقائه ان هم يقضوا باقي حياتهم مع حيوانات السيرك. وفي النهاية ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية، وكمان تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.